معرفتي بإبراهيم طبعا هو صديق الطفولة من السبعينات أيام الدراسة المرحلة المتوسطة، وكنا نراجع دروسنا ونستذكر في أحد المزارع اللي تكون قريبة من القرية. فكان ما شاء الله يعني هو عنده الشغف في كتابة الشعر وكذلك الخاطرة واهتمامه بالمسرح بصراحة، وكان عنده الشغف للمسرح وكان يتدرب يعني حتى لطلع المزرعة يتدرب على التمارين للأداء المسرحي. هذا بالنسبة لمعرفتي في إبراهيم، وطبعا تربطني معاه مواقف جدا جميلة صراحة. طبعا بالنسبة للشعر كان يكتب الشعر النبطي الشعبي، وكان يعرضه على أحد الشعراء الموجودين في القرية ولو كانوا أكبر منه سن. والله أنا ما يحضرني من بعض من أشعاره، لكن كان يكتب حتى في الدفاتر في الكراس حق المدرسة، برضو في البيت، البيت لما نجي نجلس معاه كان يكتب، كان يكتب حتى على الجدران. ما شاء الله. كان عنده الشغف كثير في بالنسبة للشعر والمسرح. طبعا المسرح أخذ من الشيء الكبير، ويكتب بخط يده، كان خطه جدا جميل. فأول عمل، أول عمل مسرحي عملناه على كاسيت أنا وإبراهيم وفي زميل لنا آخر، وسجلناه على كاسيت قديم. هذه كانت أول بدايات. طيب وين عرض بعدها؟ طبعا الشريط الكاسيت أنا لحتى الآن أنا ما أعرف هل هو موجود عند إبراهيم أم لا، لكن هو حاول أنه يبغى يوجد شريط الكاسيت. طبعا هذا قديم كان على مسجلة أمنا، لكن هل هو موجود الآن عند إبراهيم أم لا أنا ما يحضر الصراحة على الشيء. كنا نستذكر في أحد المزارع وكان الطريق ترابي، وكنا راكبين الدباب اللي هو الدراجة النارية. طبعا هو اللي يسوق الدراجة النارية وأنا كنت ردي. طبعا البوابة هذه عادة يوجد عليها السلك من الحديد، وموجود التعك هذا يكون اللون فسفوري. فمن سوء الحظ ذاك اليوم ما كان موجود التعك هذا، فما نشوف مع الشمس، فهو مسرح بالدباب والدراجة النارية وأنا ردي حفاظا على أرواحنا. فحط هو إيدينا حتى يمسك السلك لا يجي فرقوته ولا يجي فرقوته يعني. طبعا هو انشقت إيدينا انتين وكان في الدب يعني. ذاك اليوم موقف بصراحة أنا متأكد أن إبراهيم ما ينسى الموقف. يميز إبراهيم الشغف، شغف المسرح، شغف التمثيل، يعني مستعد مثلا لو 24 ساعة شغوف. اللزمة اللي كان يرددها إبراهيم كانت في الشباب عندنا يقللون من شأنه فنيا أنه لن تصل إلى مبتغاك وكذا. طبعا هو أخذها بالتحدي وقال يعني راح أدخل في كل بيت بدون استئذان. وفعلا يعني دخل في كل بيت عن طريق التلفزيون. والله لو أوجه كلمة إلى إبراهيم إنه يستمر على نفس الشغف وعلى نفس الحب، حب المسرح، حب الأعمال الدرامية. لكن أنا أحب إبراهيم المسرح وخشبة المسرح، إنه هو مسرحي أكثر من ما هو درامي.